السلام عليكم السلام عليكم. دكتور خالد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا دكتور محمد، الاخبار؟ كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الاخبار كيف الحال؟ ان شاء الله تكون بخير. نورنا يا فندم. بقول حاجه دكتور محمد، ربنا يخليك، مزوقك، ربنا يخلي حضرتك. احنا سعداء ان حضرتك موجود معانا، وحضرتك بما انك ابن المعمورة البار، فاحنا قلنا نجرب فيك تجربة الهايبرد دي، هتستحملنا بقى الحمد بأي لله لخبطة فيها ان شاء الله. دي حاجة يا تانية، فندم، ده انا شفت نتكلم عن الادلت اي دي اتش دي طبعا. يعني والله، يعني الواحد لما بيكون عنده حاجة بيعرف يقولها كويس. ربنا يخلي حضرتك، احنا متعودين حضرتك محاضرات حلوه، فان شاء الله المره دي هتبقى زي كل المحاضرات. استاذن حضرتك، احنا الله بنسجل واحنا معاك، لو حضرتك حابب نبتدي على طول احنا مع حضرتك الدنيا. يلا بينا ان شاء الله باذن الله. ممكن نعمل كده عشان الدكتور خالد يبقى معانا. صباح الخير، حضرتك سامعني؟ سامعين حضرتك؟ انت قلت لي احط السماعات احسن، صح؟ السماعات عشان ما الصوت ما ولا كويس كده. احط السماعات احسن ولا كويس كده؟ احسن، يبقى هيخلي صوت احسن في التسجيل. سامعني كده احسن؟ سامعين حضرتك؟ تقريبا مش فارقه يعني، فحضرتك خد راحتك. لو تخيل؟ مش فارقه يبقى شيلها احسن. مش فارقه. طيب، ايوه عشان اوكي بحس اوكي زي الالين كده. السيارات تمام. انا سعيد جدا اكون مع حضراتكم النهارده، لان طبعا المعموره بيتي، طبعا سعيد بالدعوه الكريمه للدكتور محمد اللي على طول بيعملها وربنا يكرمه، وسعيد بالتجربه الجديده عن طريق الزوم ميتينجز والاجتماعات عن بعد. طبعا فتره البانديميك كانت فتره ان الناس جربت حاجات جديده في التريننج، وفي حتى في الكشوفات. يعني احنا هنا 50% من الكشوفات العيانين بتتعمل عن طريق الاونلاين، مش فيس تو فيس. وجت فتره من الفترات في ذروه البانديميك كان 70 80%، فات سيمز ان ده حاجه من الحاجات اللي هتبقى موجوده معانا الفتره اللي جايه يعني، واكيد هتتطور اكتر من كده بالوقت يعني. خلينا نبدا على طول. انا بس شير السكرين. دكتور محمد، انت عامل لي الهوست ديسيبل بارتيسيبنت سكرين شيرنج، عشان اعمل ايه؟ مكتوب ان الهوست ديسيبل بارتيسيبنت سكرين شيرنج، فمش هعرف اعمل سكرين شيرنج من عندي. هوست دي بقى، هو ما هو نقدر نعمل ايه؟ طيب حد يساعدنا يا جماعه، يعني احنا فين؟ لا هو فين؟ انا علشان الريكوردينج مع او كده مالتي بوز. حاول تاني دكتور خالد. تمام، بس كده، شكرا جزيلا. حضراتكم شايفين كده السكرين صح؟ تمام. النهارده عايزين نتكلم عن الادلت اي دي اتش دي، والحقيقه ان الادلت اي دي اتش دي حاجه من اللي هي من بتباص ان نوتست، وبتاثر كتير في حياتنا ومبقاش عارفين ان هي السبب، وبنقعد نعالج حاجات كتيره وتبقى المشكله بنتكلم في ادلت اي دي اتش دي. فده حاجه من التوبكس اللي اعتقد انها مهم ان احنا نتكلم فيها ونتناقش فيها فروم ذا كلينيكال برسبكتيف، ازاي مأثره في حياتنا. يعني النهارده انا مركز اكتر على الكلينيكال برسبكتيف. ممكن مره تانية لو عايزين نتكلم على الباثوفيزيولوجي بشكل اكتر، ايه اللي بيحصل في البريم بشكل اكتر، لكن النهارده انا هركز اكتر على الكلينيكال بارت، اللي احنا نشوف العيانين ازاي ونشخصهم ازاي ونعالجهم ازاي ونشوف معاهم الكوموربيديتي ازاي. الحقيقه قبل ما نبدا كده، خلينا نعمل زي بري تيست سريع، نرفرش معلوماتنا فيه، ونبقى دي الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نفكر فيها ونطلع بيها. يعني اول حاجه البريفلنس في ادلت اي دي اتش دي، في رايكم كام في الميه؟ 2 4 6 8؟
يعني خلينا نبقى ننتراكت مع بعض. تمام. انا يعني حاولوا على الصوت شويه عشان نتوضح ان الصوت واطي شويه عشان اقدر اسمع. الموست ممكن انا عندي الاربعه. تمام. most common comorbidity in adults anxiety depression substance use ولا personality disorders. عارف الاجابه يقولها وانا اوصل للدكتور. مين قال؟ قالوا كل الحاجات دي. سمعت حد قال انكزايتي صح؟ في جماعه على الانكزايتي بعد رجعوا في كلام. تمام. الريسبونس ريت بتاع الاستيمولنت في الادلت اي دي اتش دي 20% ولا 40 ولا 60 ولا 80؟ تقريبا 60. تمام. طب نفس الريسبونس ريت بس للنون ستيمولنت 30 50 70 90؟ يقولوا 30. تمام. ده في شركه دواء عندها اتوموكسين ده مات بزعانه جدا من الاجابه دي. بس احنا الشركه اللي معانا النهارده ما عندهمش اتوموكسين عشان كده. تمام. انا بس عايز نبدا حضرتك تتخيلوا الشخص اللي عنده اي دي اتش دي بيحس ازاي. تخيلوا حضرتك في الاوضه في الاوضه الجميله بتاعت قاعه المحاضرات دي وفي مئات التلفزيونات اللي على الحيطه، كل تلفزيون على قناه مختلفه وكل قناه صوتها عالي، وانا بقول لواحد من حضراتكم لو سمحتوا ركزوا في تلفزيون واحد بس في قناه واحده بس على طول. شيء مزعج في السقف وفي الحيطه وعلى الارض 100 تلفزيون في 100 قناه، شيء مزعج. تخيلوا بقى اللي عنده اي دي اتش دي ده كده 24/7 طول عمره. يعني معناها ايه؟ يعني مش قادر يركز في حاجه واحده. عشان كده لما بنطلب منه يركز في حاجه واحده ولا اقعد ذاكر ولا خلص تاسك معينه انت بتذبحه بتعذبه، يعني ما هو مش قادر. فبيوصل لمرحله بيدخلنا في مشاكل ثانيه في المستقبل لو ما حدش خد باله منه او قدر يعالجه او كده. فلانه من المستحيل ان حضرتك تبقى انت وحضرتك واحنا ما حدش يعني حضراتكم ما فيش اي دي اتش دي بروفايدد يعني وكل حاجه زي الفل تقدر تركز في قناه واحده في تلفزيون واحد على صوت عالي 24/7 وتقعد كده 60 70 سنه من حياتك، مستحيل. فده اللي عنده اي دي اتش دي، ده وصفه. دي المعاناه اللي بيمر بيها الحقيقه. طيب هو الحقيقه ان الاي دي اتش دي ما هو يعني احنا بنقول دلوقتي الكلام بيطلع هو يعني انتوا بتشخصوه دلوقتي، هو يعني ما كانش موجود قبل كده والناس كلها بتتكلم عن الاي دي اتش دي دلوقتي، المسلسل بيتكلم عن الاي دي اتش دي والدكاتره بيتكلموا وندي ادويه وشركه الادويه بتتكلم، انتوا بتحاولوا تميديكالايز ديفرنت بيهيفير يعني واحد مختلف شويه، انتوا عايزين كل حاجه تبقى طبيه يعني ومرض وكده، ولا في حاجه حصلت في الحياه فنسبه المرض ده زادت؟ ليه الناس بتتكلم عليه؟ الحقيقه انه ما كانش حد يعرف حاجه اسمها اي دي اتش دي قبل الحرب العالميه الثانيه، ما كانش في كرايتيريا. فبالتالي ما كانش مكتب، ما كانش حد بيدور عليه. لما بداوا يدوروا عليه بدات النسب تزيد. لازم نعرف ان الموضوع ده ما هوش حاجه الين جت علينا. قدماء المصريين في البرديات بتاعتهم كانوا بيتكلموا على الاطفال اللي عندهم فرط حركه ونشاط زياده وعاملين مشاكل وما بيعرفش يقعدوهم عشان يذاكروا لهم وما كانوا بيغلسوا على اهاليهم، كان الكهنه بيدوهم مورفين الاوبيوم اللي هو الافيون يعني. وده يفسر كتير جدا هم ليه الناس يعني كانوا يعملوا دماغ، وده يفسر كتير ليه احنا بنلاقيها في الكومبيتي في الادكشن، لان كان لقوا ان الاوبيوم بتقلل الناس عندهم فرط حركه. فهي كانت موجوده لكن ما كانش في كريتيريا للدياجنوزز، هي دي الفكره. طيب النسبه في الاطفال من 6 ل 8%، وان كان في بعض الاستادز اتكلمت على 17% زي مثلا في امريكا كانوا بيتكلموا على ارقام كبيره، عشان كده الامريكان بيشخصوا كتير اي دي اتش دي كتير قوي قوي زياده عن اللزوم الحقيقه. النسبه في الكبار بتتكلم في 4%، يعني 4% من الناس الادلتس
نقدر نقول ان هم عندهم ADHD، فده في معظم الستادز يعني. طيب مشكله الـ ADHD ان 75% من الاطفال اللي عندهم ADHD هيباس ان نوتست، يعني 25% بس اللي نعالجهم، اللي هو مين؟ اللي هم الولاد اللي بيتحركوا كتير اللي عاملين مشاكل. عشان كده التشخيص في الاطفال من 2 لـ1 ولاد لبنات. هل لان الولاد عندهم اكتر؟ لا، بس هم الهايبر اكتيفيتي اكتر، فبالتالي هم اللي بيخلوا المدرسين يا جماعه شوفوا ابنكم روحوا عالجوه، والاهالي في البيت تعمل لهم مشاكل بتخبط كتير. البنات بنت لطيفه وجميله وبتحب المزيكا وبتسرح وبتحب الرسم وبتحب الشعر، فبنت لطيفه ما حدش بيتكلم عليها فبتباص على النص. 70% بقى من الادلتس اللي عندهم ADHD بيعيشوا ويموتوا عندهم ADHD كمان، مش بيدانوز يعني، عنده مشاكل في عمراته، عنده مشاكل في شغله، بيعمل حوادث، بقى قلقان ومكتئب على طول، ده ما بتشخصي وبيعيش ويموت عنده ADHD. عشان كده ده موضوع مهم لانه unmet need. طيب ايه اسبابه؟ في اسباب كتيره ما فيش حاجه منها كونكلوسيف. اتكلموا على البريتن بيبرز، على الاكسجين اللي بيقليل وقت الولاده، اتكلموا على لو ام خدت ادويه وقت الحمل، لو هي ام كانت بتشرب سجاير، لو بتاخد دراجز، كل دي حاجات يعني بيلقوها البريفلنس بتاعها اكتر في الاسر، لكن مش لازم تبقى موجوده خالص نهائيا يعني. لكن الحاجه اللي لقوها واثبتوها ان البري فرونتال كورتكس سبيشال اوربيتو فرونتال كورتكس هايبر اكتف. حضراتكم عارفين ان البرين سيركتس اللي كانوا بيتكلموا عليها شتال دي، الحته بتاعت اوربيتو فرونتال كورتكس لوها فيري هايبر اكتف في الناس اللي عندهم ADHD، عشان كده امبولسيف ما عندهمش فرامل. والسلايد اللي جايه دي يعني اعتقد هي ملخص الاي دي اتش دي، عشان يعني لو احنا السلايد دي احنا يعني دخلنا فهمناها كويس هتخلينا نفهم الاي دي اتش دي كويس، هنخلينا نعرف هو ليه بيحصل، ازاي هنعالجه، ازاي نشرح للاهالي والشباب اللي عندهم اي دي اتش دي المرض. بيزيكالي احنا بنتكلم في نقول 10% من الناس عندهم اي دي اتش دي. ال 10% دول بيتولدوا نسبة ذكائهم أعلى من الطبيعي شوية. معروف إن ADHD smarter تقريبا vast majority، أذكى من الطبيعي نقول مثلا 10-20%، لكن عندهم دوبامين قليل في البري فرونتال كورتكس، في الفرونتال بارت بتاع البرين، في الحتة بتاع البري فرونتال كورتكس عندهم دوبامين قليل. إيه الدوبامين ده بتاع إيه؟ الدوبامين ده بتاع الانبساط، بتاع البلاجر. عشان إحنا ننبسط عايز دوبامين، عشان تنبسط في اجتماع مع اصحابك عايز دوبامين، عشان تنبسط من اكله عايز دوبامين، من خروج عايز دوبامين، من 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 لعبه عايز دوبامين. فتخيل واحد ما عندوش دوبامين، هو من طفولته مش مبسوط، عشان كده طلباته كتيره، ما بيفصل، عايز كده، عايز ينبسط، ما مندوش رضا، يدخل المحل يقرف يجري في كل حته مع اهله عشان عايز حاجه حلوه، لانه عايز ينبسط. فبيزيكالي ما عندوش دوبامين. لكن كمان الدوبامين ده بتاع الفرامل، يعني احسن عربيه تحبوها تركبوها ايه؟ احسن عربيه بالكم، ام سؤال بقى بسرعه، احسن عربيه اي عربيه؟ هي لامبورجيني. يا سلام، ده لامبورجيني حاجه عظيمه كده، لامبورجيني ستيت اوف ذا ارت هاي لاينر، بس في ديفكت في البريك، في مشكله في الفرامل، ايه اللي هيحصل؟ هتكراش، هتتكسر وهتتفشفش. هل لامبورجيني وحشه؟ لا، عربيه عظيمه جدا، ده حلم الناس كلها، ويعني صح ولا لا؟ لكن المشكله في الفرامل. كذلك اللي عنده ADHD ده عامل زي اللامبورجيني كده، very smart person، very sensitive person، creative، gift من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن عنده فرامل وفيها مشكله. مشكله فين بقى؟ لو الفرامل مشكله في الحركه فتلاقي حركته كتيره، هايبر اكتف، مفيش فرامل بقى، ما بيقعدش، فالطفل حركته كتيره، بالكرسي على الترابيزه على الدولاب، بيتخبط يتكسر. طب كبرنا شويه خلاص بقى انا هعقل، لكن هيبقى زحمه افكار، عايز اعمل كذا حاجه في نفس الوقت، كلها حاجات مهمه بس ولا حاجه بتحصل، بكره وبكره وبكره ما بيجيش. عشان كده الاي دي اتش دي في الادلتس عنده بروكاستينيشن، كل حاجه ماجلها معاه. لاست مينيت، اي دي اتش دي لاست مينيت، قبل الامتحان يقعد يخلص على طول، ها عنده ديدلاين يخلص قبلها يقعد يخلص على طول، لاست مينيت بيرسون اول ذا تايم. طيب مشكله في الاندفاعيه، مفيش فرامل صح،
مفيش فرامل من هو صغير يتكلم كتير، يلطش في العيال كتير اللي حوالين منه، يعيط كتير لو هو مش مبسوط. طب لو كبرنا هو امبالسيف، ياخد قرارات سريعة في شغل، في بيزنس، في ارتباط او فك ارتباط. عشان كده اكتر عرضة للديفورس والسيباريشن. امبالسيفيتي في السواقة، يسوق بسرعة فده يعمل حوادث عربيات، 4 أضعاف حوادث عربيات في الناس اللي عندهم اي دي اتش دي، اللي بيعملوا غرز في على الكورنيش هو اي دي اتش دي على طول. اما دي واحد بيعمل غرزة يبعد عنه بقى، ان هو يعني ده غشيم. ممكن لو انت دخلت معاه هنعمل حادثة مع بعض. وممكن يبقى امبالسيف في دراجز، في بورنوجرافي، في جامبلينج. فكتير جدا هيجوا لنا من بيهيفير ادكشن، اللي عنده مشكله مع الجامبلينج، اللي عنده مشكله مع البورنوجرافي، اللي عنده مشكله مع الوركوهوليزم حتى، دور على الاي دي اتش دي. هو عايز حاجه ان اكسسفلي، عايز دوبامين، فدور على الاي دي اتش دي. ولو عالجت الاي دي اتش دي هتلاقي كل ده بيقع لوحده مع بعض الكونسلنج والسايكوثيرابي. طيب فرامل في ان اتنشن، في الاتنشن هيبقى عنده ان اتنشن. يعني ايه ان اتنشن؟ عشان الكلمه دي خادعه جدا. هو بيعرف يركز بس 5 دقائق 10 دقائق وبعد كده بيفصل. عشان كده البنات اللطاف اللي في ايام المدرسه 5 دقائق 10 دقائق وبتفصل، هي مش مع المدرسه خالص، دي دريمر. الا لو حبت المدرسه او حبت الماده هتركز جدا. عشان كده عندهم inconsistent grades، درجات مواد كويسه ودرجات من يابسه النيله. اللي كل شويه ايه مفتاحي راح، ايه موبايلي راح، الحق انا ما الشنطه بتاعتي نسيتها فين. ها easy forgetfulness، على طول الحاجات بتروح منهم وبينزل بايه ده نسيت اجيب مش عارف ايه، اطلع تاني اجيب. واحد يطلع مرتين ثلاثه عشان يجيب حاجته وينساها، مش اوبسيشن، بينسى الايه الحاجه بتاعته. فيري سنسيتيف بيبل، فيري سنسيتيف بيبل، كلام صغير جدا ممكن يوجعهم، لكن ما بيعرفش اكسبريس ذيم سيلف صح، فيا اما يسيبوه جوه وعلى المدى الطويل بيؤدي الانكزايتي، بيؤدي الدبريشن، يا اما يبقوا امبالسيف لانه بيجمعوا الكلام ده ويبقى اوت اوف بروبورشن ويعملوا مشاكل في حياتهم. عشان كده الاي دي اتش دي لو ما اتعالجش وهو صغير هيؤدي لمشاكل في الكبر. يعني ايه؟ زي ايه؟ زي انكزايتي، ما انا بنتقد كتير ان انا ما بقعدش وما بركزش وما بسمعش وبقارني باخواتي وامرابي، ها فيبقى البرزنتيشن في الادلت بتبقى انكزايتي كتير. لو مود، انا عندي مشكله في الدوبامين بتاع البليجر، فعلى طول ممكن ابقى يعني راضي من ربنا باهلي باللي جالي في حياتي، لكن ما عنديش انبساط، فعلى طول شادو في سادنس معاهم على طول، ما عندهمش انبساط على طول. كويس. هم عشان فيري سمارت، فالديسكريبنسي ما بين ذكائهم وعارفين ان هم يقدروا يعملوا حاجات في حياتهم وعلى وبالمقارنه بالحاجات اللي على الارض بيعملوها والفشل، ده بيؤدي لنوع من الانكزايتي والديبرشن. مجرد الرسمه دي لما بتشرحوها للناس اللي عندهم ادلت اي دي اتش دي بيشعر ان هو ما كانش مذنب، وما كانش طفل وحش، وما كانش عاقل والديه، وما كانش فاشل في دراسته، وما كانش سيء الطباع، وما كانش طماع لما كان بيتقال له انت كل حاجه عايزها واناني. ده بيشعر ايه ده؟ انا كان عندي حاجه حصلت لي في حياتي. ده بيعمل دراماتيك تشينج للشخص في فهمه للموضوع واخده للعلاج. lack of pleasure ده بيخليه يعمل حاجه اكسسيفلي، يقعد على الانترنت كتير، يقعد على زي ما قلنا على الكورونا كتير، وياخد دراجز والكول كتير، لان انا عايز دوبامين. عشان كده لو اخد دراجز يبقى مركز، فرامل جت بقى خلاص هبقى مركز، هبقى بعرف اذاكر كويس، هتعامل مع الناس كويس، فهاخد شويه اخد دراجز كده ومبسوط جدا في الهاني مون، وبعد كده هبقى عندي مشكله مع الادكشن. عشان كده جزء كبير جدا من الادكتس عندهم اي دي اتش دي، فلازم ابقى اشوف هل الادكت عنده اي دي اتش دي ولا لا، او الا هيفضل يلبس رايح راجع طول ما انا معاه من غير ما احل الاي دي اتش دي بتاعه. ده بالنسبه للباثوفيسيولوجي بتاعت الاي دي اتش دي كدوبامين الجور سبلاي في البريفرونتال كورتكس. السيمبتومز احنا عارفينها ان اتنشن يا اما امبلسيفيتي هايبر اكتيفيتي. انا دي يعني ده اكزامبل سريع بس للسيمبتومز هحكيلكم بسرعه. يعني الاطفال اللي ما بتقدرش تقعد، اللي ما بتستناش دورها، لما هيكبروا هيقدرش يقعد الميتنج فتره طويله، هيبقى قاعد في الميتنج كده ومش قاعد على بعضه، فيقعد شويه وبعدين يطلع يتمشى شويه وبيقعد يقعد شويه في الاخر، يعني عايز الخلاصه في الميتنج وانا هنجز. تمام. الاطفال اللي كانوا بيتنططوا في كل حته ومالوش قاعد على كرسي، لما بيطلع حاليه بيسوق كتير، بيسوق بسرعه. عشان كده اللي بياخدوا غرز زي ما قلت لكم على البحر ده اي دي اتش دي، فيبقى مركزين معاهم عشان ايه ما يعملوناش مشاكل. هو ما بيقدرش يركز فتره طويله او يقدر يلعب بهدوء، دايما بيلعب او كل حاجه بدوشه. عشان كده
ياخدوا شغل اشغال فيها حاجات فيري اكتيف جوب. يعني ايه؟ سيلز، اكترز، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في الناس اللي هم الاي دي اتش دي. واذا خد بروفيشن زي حالتنا يحب يبقى سيلف امبلويد، يحب يشتغل تحت رئيس، لان هو دايما بيتنفخ من الرئيس، يعني سبيشالي لو مديره دمب يعني يبقى خلاص هينهار. فعشان كده اكتب سيلف امبلويد، يعني يبدا يعمل حاجات مع نفسه بقى، يعني يروح يبعد شويه مع نفسه لوحده يعني. طيب اكزامبل ان اتنشن، الاطفال اللي بتسرح كتير ما بتركزش كتير، لما بيكبروا بيبقى عندهم الموتيفيشن مش قوي، يعني عمل حاجه مره في الثانيه ما مشيتش اللي بعد منها خلاص مش هكمل. عشان كده المشكله ان هم لو في اشغالهم ما بيكملوش حاجات كتير. ليه؟ لانه بيزهق كتير في دراسته، بيزهق كتير، بيجيله فرستريشن بسرعه. في الميتنج كذلك، ما بيقدرش يمشي على تاسك فتره طويله، فعشان كده عنده بروكاستينيشن على طول. والتايم مانجمنت بستين نيله، مواعيدهم كلها بايظه، فلازم يقولوا له الميعاد قبلها مثلا بربع ساعه عشان يكون هو موجود في الميعاد بشكل مظبوط. السيمتومز دي لازم تبقى خمسه من السبعه دول يبقوا موجودين، ويكونوا موجودين قبل سن 12 سنه في اكتر من مكانين عشان اقدر اقول ان هو عنده ADHD في الكبار. فبالتالي لازم اخد الشايلد هيستوري، وفي نفس الوقت ابروف ان هو قبل سن 12 كان عنده يعني ADHD، السيمتوم دي موجوده. خمسه من السبعه دول، يعني ادي هي على اليمين هو سبع حاجات، خمسه وخمسه من هنا يكونوا موجودين في اكتر من مكانين. ما يكونش احسن قاعد مع مراته في البيت ومطلع عينه، او هو قاعد مع مديره في الشغل ومطلع عينه فنقول والله ده في البيت عصبي او في الشغل عصبي. لا، هو ممكن يكون القصه كلها في مشاكل اخرى، لكن هو كنت في مكانين معينين. او بنت نفس القصه، يكون جوزها مطلع عينها، مش يعني يكون الراجل ست جوزها مطلع عينها، او في الشغل نفس القصه يعني. فخمسه من سبعه دول في قبل سن 12 سنه في اكتر من مكانين نقدر نقول الشخص ده عنده ADHD. طيب ندخل بقى في الحاجات الكلينيكال، لان انا النهارده يعني عايز اخليها كلينيكال اكتر. الشخص دايما اللي بيجي متاخر، جاي القسم متاخر، على الامضه دايما متاخر، على طول على اي ميتنج متاخر، على المحاضره جاي يقولها متاخر، على سفريه متاخر، الحق القطر بالعافيه، ها فكر كتير قوي انه ممكن يبقى عنده ADHD، لان هو عنده poor time management. ريسك درايفنج زي ما اتكلمنا على القصه دي، فاللي بريسك درايفنج، اللي بيعمل المسجز وهو بالموبايل وهو ماشي، برضه موست بروبلي عنده ADHD. ما بقولش كل الناس، خصوصا لو في بلد يعني الاورجنايزيشن بتاعها في السيستم بتاع السواقه مش كتير، لكن تلفت انتباهنا. عشان كده الناس اللي عندهم ADHD الادلتس اربع اضعاف ممكن يعملوا حوادث بالعربيات، اكتر من ضعفين ان هو ممكن يكسروا كتير في الادوليسنس، ان هم حركتهم زياده وما بيقعدوش في حته. الدرايفنج لايسنس بتروح جدا، يعني في اوروبا مثلا عشان الدرايفنج لايسنس بوينتس على طول بتروح منهم الدرايفنج لايسنس. الحاجات دي يا جماعه ليه بقولها لكم؟ لان دي اللي هتفرق معاكم لما تقعدوا مع العيان. فاين تون سم الاسئله بتسالوا عليها، لان الادلت اي دي اتش دي مش هيجي يقول لك انا عندي ادلت اي دي اتش دي. فالسيمتومز دي لو لقيتوها هتزود تركيزكم ان انا ممكن اتكلم في ادلت اي دي اتش دي. الديستراكشن، الناس كلها في ميتنج والراجل في ملكوت تاني خالص، بيفكر في حاجه تانيه خالص. فالاطفال المدرسين في حته، هو بيتكلم بيفكر في حاجه تانيه. طب الكبار هيأثر في الكارير بتاعهم، لو عنده ديدلاين ما بيلحقش الديدلاين، لازم يعدي ديدلاين عشان يعمله. لو بيرد على ايميلات، الايميلات بتأخر عليه. طب لو بيكتب نوت في الشغل زي حالتنا كده في العنبر، النوتس مش بخط حلو ومش مش مكتوبه كويس، يعني كلمتين بس عشان انا عملت النوت وحتى ده مش عارف اقراه. طيب في العلاقات، انا اول ما اعرف ان ده بيفرق في العلاقات لما جيت هنا في انجلترا. ليه بقى؟ احنا دايما عارفين ان عادي يعني ممكن ستات تتكلم مع جوزها وما يركزش معاهم، والعكس ممكن هي تتكلم معاهم وما تركزش معايا، يتخانقوا مع بعض، الموضوع بيعدي. هنا كان بيجي لي ناس كتير جدا في العياده يقول لي والله انا ماي بارتنر عايزه تسيبني. فليه يا عمي؟ يقول لي ما بسرح، بتقعد تكلم نفسها وبعد كده تقعد تنده ثلاث اربع مرات، وفي الاخر انا ما بكونش برد، ببقى سرحان.
فبقيت اخد بالي ايه ده، دي سيمتوم بجد وحق وحقيقي، الناس بتتضايق منها بتسيب بعض يعني. وكان العكس، تيجي واحده تقول نفس الكلام، بس اكتر اللي بيجي في الرجاله تقولوا لي كده يعني. فلما تركز في الموضوع كده، اللي عنده اي دي اتش دي ما بيركزش في مع مراته مع ثلاث الاخر، او العكس، تركز مع ثلاث الاخر، هو بيسرح بالثلاث اربع دقائق يقعدوا يتكلموا في ملكوت خلق الله وهي مش معاهم خالص. في الاخر حتى يجي واحد يقول لك ايه، بيندهوا عليا وهما بيتكلموا معايا، تنده عليا انت معايا ولا مش مركز. فدي لاحظوها جدا في الاي دي اتش دي ده، وده بتاثر على الكواليتي اوف ريليشن شيبس مع الناس. في نفس الوقت ممكن يبقى امبولسيف، فياخد قرار ارتباط سريع او ياخد قرار انفصال سريع. عشان كده الاي دي اتش دي اكثر عرضه للانفصال والديفورس من 3 to 4 times اكتر من الناس العاديه يعني، او اللي ما عندهمش اي دي اتش دي بمعنى اصح. اوت بيرس، ما عندوش فرامل، مش راح ما عندوش فرامل، او فممكن يتعصب كتير، يدخل في خناقات كتير، مشاكله مع زمايله في الشغل كتير. يقول لك ده الراجل ده مشاكله كتير قوي مع الناس، تتخانق على طول قبر عام انت، وممكن يبقى طيب جدا من جوه بس مشاكله طول الارض مع الناس. شوف كده ممكن يبقى عنده اي دي اتش دي، ولو يعني ظبط الاي دي اتش دي الفرامل الموجوده هيبقى لطيف جدا مع الناس والمشاكل هتبقى اقل. امبولسيف بيهيفير، ان هو ممكن يعمل زي ما قلنا، ممكن يعمل جامبلينج، ممكن يشتري حاجات مش عايزها، ممكن بعد ما تشتري حاجه يقول انا اشتريتها ليه، انا عندي زيها، انا ما اعرفش اشتريتها ليه. الاي دي اتش دي بيعملوا كده كتير قوي من الاي دي اتش دي، بالذات بقى مع كريدت كارد والديبت كارد ومش عارف ايه، يبقى عنده دايما ديون على الديبت كارد 20% ولا يعني اكتر من ال، او 20,000 30,000 ممكن يبقى من الديبت كارد، لان هو مش عارف يوقف نفسه في الشراء. لو مدير عنده اي دي اتش دي بيبقى غيتت. يعني ايه غيتت؟ اولا بيدي كومنتس فيها كريتيسايزنج كتير، هو متوقع ان انت المفروض تبقى شاطر وعامل شغلك، فمش معنى ان هو ما اداش يعني ما قالكش برافو عليك لان انت المفروض ده شغلك، لكن لما تعمل غلط هيكريتيسايز، فانت تيجي لك فرستريشن، انا عملت ده كويس ما قلتليش حاجه، ولا عملت ده غلط، ان هو شايف ان الطبيعي انك تعمل شغلك صح يعني، فاهم قصدي؟ فلو في المدير ممكن يبقى مدير مزعج شويه في الانسلتنج يعني. الهايبر فوكس دي مهمه قوي برضو، الكلمه دي مشهوره، كلمه هايبر فوكس مع الاي دي اتش دي. ليه بقى؟ لان هو مش اتنتف على طول، هو لو حاجه حباها هيبقى مش قصدي مش ان اتنتف على طول، لو حاجه حباها هيبقى اتنتف. يعني ايه؟ يعني تلاقي الاطفال بيقعدوا على الفيديو جيم 3 4 ساعات لكن ما يقعدش على المذاكره 10 دقائق، فتيجي مامته تقول لك ده بيستعبط، ده مستهتر، ازاي ما يقدرش يقعد على المذاكره اكتر من 10 دقائق ربع ساعه ويسرح ويقعد على البلاي ستيشن 3 4 ساعات، يبقى ده ولا على التلفزيون بيتفرج على كرتون 3 4 ساعات، ده مستهتر وما بيعرفش مش عارف ايه وما عندوش عارف ايه خالص. الحاجات اللي بيحبها هاي بي اتنشن، الحاجات اللي مش هيحبها مش هاي بي اتنشن. عشان كده لما تلاحظوا في الكبار اللي عندهم اي دي اتش دي، قبل النقطه دي، عشان كده ده بيسموه كواليتيتيف اتنشن. عشان كده كلمه اتنشن ديفيسيت هي الكلمه نفسها غلط، هي مش ديفيسيت، هي كواليتيتيف اتنشن، وده اللي بيخلي التشخيص صعب جدا، لان نتيجه الام ازاي فاهم؟ ده بتخلي الامهات تشالنج الدكتور، يا عمي لا انا ابني زي الفل ده بيقدر يقعد على كل ثلاث ساعات. وفي ناس بعض البروفيشنالز تقول لك طب هو يقدر يقعد ثلاث ساعات؟ بيقعد ثلاث ساعات، يبقى ابنك مش اي دي اتش دي خالص خالص خالص، ده كومبليتلي رونج. اتس كواليتيتيف اتنشن، كواليتيتيف اتنشن. زي مثلا يقول لك ايه، ده قاعد في الطياره 8 ساعات من رايح من مصر لامريكا ولا 10 ساعات، فيبقى الادريسن ده مش اي دي اتش دي، الكلام ده مش صح، هو مجبر انه يقعد 10 ساعات عشان هو شكله قدام الناس. ها، مش لازم تبقى الصوره بتاعتنا ان الطفل اللي بيتنطط ده هو ده الاي دي اتش دي، عشان كده بيباص ان نوتست، عشان كده 95% ما بيشخصوش كويس. طيب عشان كده نيجي بقى في الاي دي اتش دي، في الكبار بيعمل الحاجات الصعبه، يعني يبدا بروجكت هو اللي يقول الفكره ويعمل الحته الصعبه من بروجكت، ايوه دي بقى عشان تكمل بقى في البروجكت ده على طول، ما يعملش حاجه، عشان كده ان كومبليت فينيشر. تيجي له الفكره يبداها بحماس، ياخدها سكند ليفل، عمره ما يكمل، هتلاقيه ما كملش لعبه لغايه الاخر، العلاقات لغايه الاخر، الشغل ممكن لغايه الاخر، اسمه ان كومبليت فينيشر. مشكلتنا بقى ان الحياه اليوميه الحياه كلها ضل، ان انا اروح اجيب الحاجات من السوبر ماركت، ان انا اعمل النوتس بتاعتي، دي كلها حاجات ضل صح؟
الضال ده مع الاي دي اتش دي عنده مشكله، لكن ممكن يقعد مع العيان يعمل شغل كويس قوي، ممكن يقول فكره عظيمه جدا ان انتم ممكن تاخدوها تستخدموها فتحلوا مشاكلكم في البيت، لكن هو ما يقدرش يعملها بنفسه. ودي مهم جدا ان احنا نحط بالنا ان الاي دي اتش دي عندهم هايبر فوكس، مش بس في الحاجات اللي بيحبها. طيب مالتي تاسكينج، طبعا كلمه مالتي تاسكينج دي كلنا بينا مالتي تاسكر دلوقتي، انت بتذاكري واحنا بنذاكر وبنشوف شغل البيت وبنروح الشغل وبنرد على اصحابنا في الموبايل وبنكلم ما اعرفش مين في التليفون حاجات كتير مالتي تاسكينج. الاي دي اتش دي مالتي تاسكينج، والمالتي تاسكينج بيبقوا ديستراكتد جدا فما بيكملش حاجه في الاخر، بيفتح حاجات كتيره بس ما بتكملش حاجات الاخر. عشان كده الاي دي اتش دي تاني uncomplete finishers، يعني الكلمه دي بتكتبوها uncomplete finishers، ما بتكملش حاجه لغايه الاخر. طيب هل اي حد ما بيركزش وبيسرح هنقول عليه اي دي اتش دي؟ لا. عشان كده مهم جدا ان احنا ناخد childhood history في الكبار، لان لو انا دلوقتي جاي بسرح ممكن ابقى قلق، ممكن ابقى depressed، ممكن ابقى اي حاجه تانية، ممكن عندي thyroid problem فبدات ما بركزش كتير، لكن لازم اجيب childhood history of ADHD. It's very, very important. طيب clinical wise احنا هنشوف ال ADHD ازاي؟ من النادر بمكان ان يجي لحضراتكم في عيادتكم حد يقول لك انا جاي اشتكي من ADHD، وان كان حديثا لان الناس بدات تقرا، بداوا يبقى على الانترنت في كلام كتير، بدات الميديا تتكلم، في واحد يقول لك والله انا سمعت في المسلسل الفلاني، ما اعرفش كنت في اليوتيوب الفلاني، سمعت ما اعرفش البودكاست الفلاني بيقول السيمتوم دي، ولما سمعتها قلت ده انا فاهم ازاي؟ فبيجي لنا. ده نادر جدا ان يجي لك حد يقول لك انا عندي اي دي اتش دي، ولكن بيحصل. لكن موستلي بايه بقى؟ بيجي بيشتكي لنا في عيادتنا بحاجات تانية، حاجات قد تكون امراض وحاجات قد تكون بيهيفير. يعني كل الناس اللي جايين يعني مثلا للمانج كونسلنج لو سمحت بصوا على الاي دي اتش دي في حد من الـ من الـ من الـ من الـ من الزوجين، يعني نمبر 1 لان هم معروف ان هم نسبه الانفصال اكتر، فلو اي حد جاي له حد مانج كونسلنج لو سمحت نبص على القصه دي نمبر 1. وما تعملوش مانج كونسلنج من غير ما تعالجوا الاي دي اتش دي، لان مانج كونسلنج واحد عنده اي دي اتش دي هيؤدي للطلاق على طول، لان هو مش عارف يصلح ولا هيعرف يتصلح لو هي اللي في عنده اي دي اتش دي. يعني الاول عالجوا الاي دي اتش دي. عشان كده الناس وير جدا لما بيجوا اشوفهم ساعات اقول له طب استنى اتكلم معاكوا، طب استنى انت ممكن يبقى عندك كذا، فاشرح له الموضوع، يبدا هو يفهم ان عنده مشكله، تبدا هي تعرف ان الحاجات اللي كان بيعملها ممكن تبقى له مالوش دور فيها قوي لو فيها فرامل، فتصبره شويه لغايه لما يعالج الاي دي اتش دي يتحسن شويه نبدا نعمل مانج كونسلنج ينفع. قبل كده هيعمل طلاق نمبر 1. طيب جانا واحد باي بيهيفير اخر، يعني اي نوع من الادكشن اخر اللي هو البورنوجرافي، وركوليزم، بيقعد على الانترنت كتير، دور على الاي دي اتش دي الاول. لو موجود عالجه الاي دي اتش دي، ادي له تريتمنت الدوبامين، هيبقى عنده فرامل، مش هيحتاج بقى الاكسسيف قاعده على الانترنت، اكسسيف مش عارف ايه، فبالتالي هينفع بقى البيهيفير ثيرابي. طبعا مش هنغير بيهيفير بس الدواء عشان بس ما تفهمونيش غلط، بس مش هينفع تعمل ثيرابي لواحد عنده انترنت ادكشن وهو عنده اي دي اتش دي وتقعد تعمل له ثيرابي للصبح، مش هينفع، ما هو فيش فرامل، هو عايز الدوبامين، هتوقف له الانترنت، هيقف الانترنت، هيعمل هيروح يشوف علاقات مش عارف ايه، هيروح ياخد دراجز. عالج الاي دي اتش دي، اديله الدوبامين بتاعه اللي هو عشان كده هو بيعمل حاجه اكسسيفلي، وبعدين طبعا اعمل السايكو ثيرابي عشان تغير البيهيفير. طب ده بيهيفير وايز. طيب ك سيمتوم وايز، ك منتال هيلث وايز، 80% من الناس اللي هيجوا لكم في العياده عندهم انكزايتي، ممكن احتمال يكون عندهم اليمنت اوف اي دي اتش دي، سبيشالي ان اتنتيف تايب. 80% ده رقم مهول صح؟ رقم مهول. هل كلهم محتاجه تعالج الاي دي دي؟ لا خالص، بس لو موجود هنشوف السيفيريتي اثر على حياته ازاي قبل ما يبقى عنده الانكزايتي. لو فعلا كان مؤثر فكروا تعملوا وان واي، يعني تعالجوا الموضوع بالعكس، مش الانكزايتي، تعالجوا الاي دي اتش دي وانتم بتسبورت الانكزايتي. ف 80% ممكن تبقى فيها انكزايتي، 60% بيبقى فيه ديبرشن، ولما بيجي ما بيبقاش ديبرشن اللي بنتكلم ان احنا عارفين انه عايد بقى، يعني ما بيتحركش من مكانه ومش عارف ايه، بس مش مبسوط في حياته، فياخدوا اس اس ار ايز لما يتعموا
ولا حاجه هتحصل. يتحسن شويه بالاس ان ار ايز على جرعه كبيره سبيشالي فينلافاكسين. ليه؟ عشان الفينلافاكسين بيحسن الدوبامين على 225 ميلي جرام، فيبدا يتحسن. زمان لما كان عندنا الويلبوترين ده كان نجدة الناس كتير قوي، ياخد انتي ديبريسنت فيتحسن، حسناه شو كان اي دي اتش دي اصلا، وتحسن بالويلبوترين عشان كان بيزود الدوبامين والبروبيون، دلوقتي مش موجود. ف 60% في ديبريشن، 40 ل 50% مع الدراجز، يعني كل اثنين فيهم واحد. يبقى ديزيرف ان اي حد ادكت نعمله اسسمنت للاي دي اتش دي ونمشي سكتنا. ما حدش قال ان الميريكي لما تديله الدواء هيتغير، بس على الاقل بيبقى عنده فير شانس للريكفري، سواء بقى باي برنامج علاجي هيتحط، بس فير شانس للريكفري، صح ولا لا؟ فيبقى اكتر حاجه انزايتي 80%، مود 60%، والسبستنس 40 ل 50%. لو قسمناهم الانزايتي دي قسمناهم لحاجات ثانيه، مش تبقى انزايتي رقم واحد، هتبقى ادوليسنس الاو دي دي اوبوزيشنال ديفايند. عشان كده دايما بيعترضوا على، ما يحبوش الاثوريتي. عشان كده لو عايزين نعالج حد اي دي اتش دي صاحبوه، مش تديله اوامر كده، صاحبوه. اي دي اتش دي السؤال اللي عنده صغير او كبير وليه، لازم عندي صبر اشرحه ليه. عشان كده الرسمه اللي وريتها لكم دي بتاعت الدوبامين، لما بتقولوها للناس اللي عندهم اي دي اتش دي بيبقى بالظبط بالظبط زي الخاتم في صباعه. انا اسف في التعبير ده، بس هو ده التعبير اللي موجود، لان هو بيشعر لاول مره ان حد فهمه، حد ما عملوش اتاكينج شرح له الموضوع كويس. فلو قسمناها كده هتبقى اكتر البيرسوناليتي بتاعت او دي دي، ووراها الدراج ديبندنس برضو موجوده يعني. طيب ليه الاي دي اتش دي ديفيكلت؟ لان هو ديفيكلت في المانجمنت وديفيكلت في التريتمنت. سوري، ليه ديفيكلت في المانجمنت؟ عشان هو ديفيكلت في الدياجنوز وديفيكلت في التريتمنت. طبعا الاي دي اتش دي بتبقى كلامه اسرع من افكاره، فتقول كلام ممكن يقول الكلام بعدين ايه ده قلت ايه، ما قلتش صح يعني، هتلاحظوا الكلام ده ساعات. فديفيكلت ان دايجنوزز وديفيكلت في التريتمنت. ديفيكلت للدايجنوز لان هو مش هيجي لك انا عندي اي دي اتش دي، فلازم حضرتك تبقى عندك الباك جراوند ان ممكن يبقى عندك اشخص زي اي دي اتش دي. لو حد جالي بادر منتال هيلث ديس اوردر، او حد جالي ببيهيفير ديس اوردر. دي برده مهمه قوي، بتبقى يعني لو حد يعني يبقى يعني ربنا يعني 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 كرمه ان يجي له واحد راح كذا مره لكذا دكتور، خد كذا انتي ديبريسنت، هيبقى ريزيستنت، هيبدا يخلينا نفكر طب هو ليه ريزيستنت انتي ديبريسنت، فيفكر في اي دي اتش دي. تبقى الصعوبه لو جالنا اول مره، لان واحد جاي بانكزايتي سوشيال انكزايتي، ولا جاي بجنرالايز انكزايتي، وبيحكي لك بقى قصه الانكزايتي وبتحصل ايه وبدات معاه ازاي وعمل ايه، فالواحد بقى دماغه كله محصور في الانكزايتي. اقطع حاجه يعني لو يعني فكر قوي هيعمل له ثايرويد فانكشن، لكن بيبقى مشغول قوي بالانكزايتي ومركز ازاي يعالج الانكزايتي، فبتعدي الاي دي اتش دي ان نوتس. خصوصا ان احنا مش بنقعد في العياده ساعه ونص مع العيان، يعني هنا اول اسسمنت 90 minutes، بعد كده اقعد براحتك 90 minutes. ف 90 minutes دي بيتفلى العيان تماما، فلو فعلا لحد في باله الاي دي اتش دي هيطلعها. لكن احنا في العياده بتقعد 20 دقيقه 25 دقيقه 15 دقيقه، فلو جالك في انكزايتي وقعد يحكي كتير فبيضيع الموضوع ده. عشان كده ديفيكلت تو دايجنوز، ديفيكلت تو تريت، لان اقتناع ان العيان ياخد دواء صعب. عشان كده الرسمه اللي وريتها لكم دي لو فهمها هيبقى مقتنع جدا محتاج حاجه للدوبامين. ادويه المتاحه لعلاج الاي دي اتش دي صعبه، خصوصا عندنا في مصر، وهقول لكم ليه دلوقتي، ان احنا للاسف في مصر الادويه عندنا مشكله في علاج الاي دي اتش دي. طيب شدي تيست الاي دي اتش دي او تاسس الاي دي اتش دي، واحد تشايلدود هيستوري، هو العيان تساله على حاجات في الطفوله، علاقه بالمدرسه، علاقه بالمدرسين كان بيقولوا ايه، دي تبروف الموضوع ده، عشان ده مهم جدا تكون في سيمتوم قبل ايج اوف 12. كتير جدا من الكبار يقول لك انا مش فاكر ان كان عندي 7 8 سنين كنت بعمل ايه، اقول له طب لما كنت يعني داخل على الاعداديه كان شكلك عامل ازاي، هيفتكر القصه دي، هيفتكرها يعني. طيب ايه الاسسمنت اللي بنستخدمه؟ في حاجات كتير قوي، انا هقول لكم انا بستخدم ايه، اللي هي مش انا اللي بستخدمها، ده رويال كوليدج. رويال كوليدج قالت الحاجات دي نستخدمها في الاسسمنت في الاي دي اتش دي. اول حاجه الادلت اي دي اتش دي سيلف ريبورت سكيل، اللي هو ده سهل جدا، ممكن موجود عندنا، ننزله من على الانترنت، ممكن نجيبه. اي حد هيسكور 30 بلس على الاسسمنت ده هو هايلي سجستيف فور اي دي اتش دي. فدي سيمتوم بتاعت ال 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 inattention والهايبر اكتيفيتي. اي حد هيسكور 30 بلس
يبقى ده suggestive for ADHD. بأول حاجة الـ Adult ADHD Self Report Scale، تخلي العيان يعملها وحضرتك تراجع معاها برضو عشان ايه، تراجع معاها في البوينت دي عشان تبقى مركز ان هو يجاوب عليها صح. تاني حاجه، طيب احنا لقينا السمبتوم موجوده كلينيكالي، سالناه عنده، السمبتوم موجوده على التشيك ليست. في حاجه اسمها فايس فانكشن امبيرمنت. ايه الفايس فانكشن امبيرمنت ده؟ ده بيجيب سبع اماكن او سبع بيسموها سيفن موداليتيز او سيفن ارياز الاي دي اتش دي سمبتوم يافكت العيان نيجاتيفلي: سكول، ورك، فاميلي او بارتنرز، او فاميلي ده يعني بيرنتس او في ارتباط، لايف سكيلز، سوشيال سكيلز، ريسك تيكينج، ولايف كونسبت. هم سبع حاجات هتشوف بالظبط الاي دي اتش دي افكت العيان في الايه دي ازاي. عشان كده لما تدي الاسئله دي للعيان، العيان يحلها: ايه ده، انا عندي مشكله الحته دي، عندي مشكله الحته دي، عندي مشكله الحته دي. خلاص هو كده انت شخصته بالسيمبتومز وشفت كمان مشاكله فين. سهل جدا تدي الورقه دي للسايكوثيرابيست هيشتغل عليها بقى خلاص. كويس. فبايس فانكشن امبيرمنت، واعتقد ان هو بايس مترجم عربي اعتقد، بس يعني انا ممكن يعني لو 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 لو, لو, لو تحبوا حضراتكم ممكن لو ابعت الدكتور محمد الاسسمنت دي يبقى معاكم كوبي مع حضراتكم منها لو تستخدموها في العيادات. يعني في قاعده واحده انت بتفيد عيان جدا جدا، ان انت بتخلي كمان الثيرابي يشتغل على نقط معينه. تالت حاجة أنا رأيي إنها it's very important، حاجة اسمها cognitive assessment. هي computerized test كده بتبعتها العيان، ممكن أبعت برضو كوبي لحضراتكم، تبعتها العيان فالعيان بيحلها. almost always the ADHD عنده مشكلة واحدة من أربع حاجات: short term memory، cognitive flexibility، verbal reasoning، و response inhibition. طيب ايه الكوجنيتيف فانكشن دول؟ في 12 كوجنيتيف فانكشن احنا بنستخدمهم في حياتنا اليوميه. الاي دي اتش دي عاده عنده مشكله في اربع حاجات، عاده مش لازم، ها، في اربع حاجات: ريسبونس انهيبيشن، ليه ما بعرفش اعمل فرامل فامبلسيف. طيب فيربال ريزنينج، يا سيدي الموضوع في دماغي، انت لسه حاضر اشرح لك نفذ وخلاص. الاي دي اتش دي ما عندوش قدره يقعد يشرح لك وبالراحه ويفهمك، خلاص هو فاهم، فمتوقع ان الاخرين فاهمين، فعنده مشكله في الفيربال ريزنينج. اثنين، شورت تيرم ميموري، اللي هو ايدي فورجيت فور ناس، عن شورت تيرم ميموري بروبلمز، يعني دي حاجه ما فيهاش. والكوجنيتيف فليكسيبيليتي، ما عندوش مرونه، انا فاهم وعارف كل حاجه. عشان كده لما بتقعد مع عيان اي دي اتش دي ما ينفعش تدخل راس براس، هنخبط مع بعض، لكن لازم تقول له حاجه هو ما يعرفهاش فهيسمعك. المدمن اللي داخل ورجل على رجل: انا والله انا عارف كده وجربت كده، لا ما توديش المكان الفلاني. اطلع بقى بره خالص من الادمان وما تتكلمش على الادمان. طب ايه رايك كده ما تسالك حبه حاجات، تساله عن طفولته، انت ما كنتش بتركز، ما بتقعدش، طب مش عارف ايه، طب بتسوق بسرعه. يبدا يسمع: ايه ده، انت عرفت ازاي، انت عرفت ازاي، انت عرفت ازاي، ايه ده، انت حد قال لك الكلام ده عني؟ وانس قالك الجمله دي، حط انت بقى رجل على رجل وكلمه بقى عايز توديه فين، في اي مكان انت عايزه. ليه؟ لان خلاص حضرتك قلت له حاجه ما يعرفهاش. عشان كده الاي دي اتش دي لازم تقول له حاجه ما سمعهاش قبل كده عشان يسمعك. هو عنده مشكله، مش انترستد يسمع حد، انا عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه. طب ايه فايده الكون اسسمنت دي بقى يا جماعه؟ انك توريه ان انت جاوبت على الاسئله دي، والاسئله دي ادي نتيجتك عليها. لما تشرح له يعني ايه الحاجات اللي كان مفيش فرامل، ويعني ايه تعمل غرز بالعربيه، وليه تعمل حوادث كتير، وتقول له اصل انت ما عندكش، عندك ريسبونس انهيبيشن، وده في الاي دي اتش دي، هيبدا يسمعك. القصه كلها انك عايز تعمل رابور مع حد وتفهمه مرضه. لو فهم مرضه هياخد الدواء وهيروح الثيرابي وهيعمل القصه دي وهيبقى فاهم الموضوع. ADHD لو فهم هيعمل كويس قوي، لو ما فهمش مش هيعمل حاجه خالص. تو بقى اسسمنت ده كمبيوترايز تيست، يعني انت بقى عايز تعمل حاجه اليجنت جدا. دي كمبيوترايز تيست كده العيان بيقعد عليها زي نقط تبقى في الشاشه من فوق والشاشه من تحت كده، وبيعمل لما تكون نقطه فوق بيعمل عليها كليك، لو تحت ما بيعملش كليك. 20 دقيقه من يعني اختبار ممل للغايه، بس في الاخر بيطلع نتيجه عن انتنشن بروكاستينيشن وال امبولسيفيتي، وان هو ايموشنال بيرسون. ايه الشيء اللي لما يكون ايموشنال بيرسون، الحاجات اللي بيحبها ممكن ياخد فيها قرار، الحاجات اللي بيكرهها ياخد فيها قرار ثاني خالص. فدي الاسسمنت بتاع الاي دي اتش دي اللي ممكن احنا نستخدمه في عياداتنا. اول اثنين الاي دي اتش دي اي اس ار اس والفايس فانكشن امبيرمنت، فده ممكن موجود في عياداتنا ونديهم للعيانين يحلوها لنا قبل ما يدخلوا على طول. كون الاسسمنت ممكن نعمله
التوفا دي حاجة يعني برنامج ممكن برضو يدخل معانا. تمام. طيب نيجي بقى على التريتمنت. شخصنا العيان وعرفنا عنده ايه، طب هنعالجه ازاي؟ طيب علاج الاي دي اتش دي، لو نبدا بالفارماكولوجيكال تريتمنت، احنا عندنا دايلما، هل احنا هنعالج الاي دي اتش دي ولا هنعالج الكوموربيديتي الانكزايتي او الديبريشن او سبستانس ميس يوز. كتير قوي من الناس فتره طويله يقول لك عالج الكومور اللي هو اللي في وشك على طول، لو في وشك على طول كان الادمان عالج الادمان، لو في وشك على طول كان الانكزايتي عالج الانكزايتي، لو في وشك على طول الديبريشن عالج الديبريشن. بس امتى عالج الاي دي اتش دي؟ قال لك بعد شهر من الاستابلايزيشن. طب افرض الراجل بتديله ادويه للانكزايتي ما بتحلش، هتعمل ايه؟ طب دي ادويه الديبريشن ما بتحسنش، هيعمل ايه؟ ان ماي اوبينيون وبعض الناس تقول كده مش كل الناس، هاند ان هاند حضراتكم دكاتره تعرفوا تيفالويت، لو الانكزايتي سيفير انف ادي انا حاجه للانكزايتي مع علاج الاي دي اتش دي. طب ما هو لو اديته دواء انكزايتي مش هيبقى افكتيف، يبقى ادي سمول دوز اوف بنزودايازبين فور فيري شورت تيرم، اسبوعين ثلاث اسابيع بالكثير. طب ليه؟ عشان اعالج الانكزايتي لغايه لما الدواء بتاعي يشتغل بتاع الاي دي اتش دي، especially لو انا عندي history of inefficacy لل antidepressant، ولازم very short term very low dose of benzodiazepine عشان ما يبقاش dependent على benzodiazepine في المستقبل. طيب الميديكيشن احنا عندنا في مصر اثنين، عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير، عندنا في مصر اثنين، الميثالفينيت الكونسيرتا او ريتالين او الاتوموكستين اللي هو زي الاستاتيرا اتوموكس اي بيس اتوموكستين وات ايفر انواع الادويه الكتير اللي عندنا. للاسف عشان نقدر نجيب كونسرتا لازم يبقى عندنا شتة جدول اول مخدرات بتتجاب من 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 وزاره الصحه، بس هي مزعجه شويه، عايز ورق كتير يخلص، ومشكلتها كمان لما الدفتر يخلص انت تروح تستلمه بنفسك، فلو واحد مسافر زي حالاتي كده هيخلص الدفتر وخلاص مفيش كونسرتا. طب انا موجود، طب انا عيادتي موجوده، طب اكلمكم، مفيش، انت تيجي تستلمه بايدك، فده بيعمل شويه مشاكل يعني. طيب الميكانيزم في اكشن بتاع الدوايين سواء الميثالفينيديت الكونسيرتا او ريتالين او الاتموكستين هو ان انا بزود الدوبامين، لان احنا عارفين زي ما الرسمه اللي شفناها في الاول ان مشكلتي في ان انا عندي الدوبامين بتاعي قليل، فانا عايز ازود الدوبامين. طيب ايه الفرق بين الريتالين والكونسيرتا؟ ان الريتالين شورت اكتنج والكونسيرتا لونج اكتنج، يعني الكونسيرتا مره واحده في اليوم، الريتالين هتاخدها كل ساعتين ثلاثة تاخد لك قرص. عشان كده احنا في الكبار ما بنديش ريتالين، لان مزعج مش عارف ياخده. ثانيا الريتالين ممكن يعمل ادمان، ازاي؟ اخدي خمس ست حمل دماغ. كونسيرتا ما بتعملش القصه دي، ليه؟ لانها لونج اكتنج، فما فيش الرش بتاع الليفل بتاع الاستيمولنت، فما عنديش مش فيش مش مفيش يعني مستحيل اعمل دماغ بالكونسيرتا، الا لو هقول لكم على حاجه يعني دي يعني ما تقولهاش العيانين، لو الكونسيرت اتطحنت وعملوا لها سنيفنج بقت ستيمولنت، بس ما حدش يعرفها يعني، او يعني حتى هذه اللحظه من ساعه ما نشوف العيانين لغايه دلوقتي ما حدش من العيانين يعرف القصه دي، فيعني دي بينا وبين بعض نقولها لبعض يعني كويس. يقول لك ان الكونسيرت الميكانيزم بتاعها ان انا هزود دوبامين بسرعه. يعني ايه بسرعه؟ يعني من اسبوع لثلاث اسابيع انا هلاقي في فرق في العيان، هيقول لك ايه الدواء السحر ده؟ انا بقيت كويس، انا بقيت احسن، انا بقيت مركز، انا بقيت بسمع، ها؟ انا بقيت بعرف اذاكر، بعرف اركز مع دراستي، ايه ده؟ ده انا مراتي بتقول لي انت بتسمعني، انت بقى عندك ودان زي بقيه الناس، ها؟ يعني يبقى في اختلاف في اسبوع لثلاث اسابيع في البدايه على طول. النون ستيمولنت مختلف شويه، هو النور ابينفرين ابتيك انهبيتس، فهو indirectly هيزود الدوبامين بعد 4 لـ 6 أسابيع من الأوبتيمم دوز، هيحصل نفس الإيفكت بس عايز فترة أطول شوية. كويس؟ طيب إيه السايد إيفكت اللي ممكن تحصل؟ السايد إيفكت ممكن تحصل أول حاجة نوزيا سيلف ليميتد، مش كده تاخد بعد الأكل وبعد الفطار. ليه بعد الفطار؟ عشان ممكن يخليك ما تعرفش تنام، ما أنت مركز زيادة ممكن ما تعرفش تنام.
هيبقى بعد الفطار والصبح عشان تعرف تركز. ضربات قلب سريعه شويه، ريقك ناشف شويه، طمن العيان لو سمحت، ممكن الكلام ده يحصل لك، هيبقى شورت تيرم فيو دايز وهينتهي. طيب ايه اللي ممكن يحصل يزود الانكزايتي شويه في الاول؟ فطمن العيان ده ممكن يحصل في الاول. طب لو استمر عن كده ولسه في انكزايتي، لا يبقى الاستيمولنت ما ينفعناش، يبقى هنغير الاستيمولنت. الاستيمولنت افكتيف في 80% من العيانين، يعني كل 10 8 هيتحسنوا بما فيهم الانكزايتي يتحسن والديبريشن يتحسن والنوم يتحسن، لان لما بتعمل دوبامين ستابلايزيشن بتعرف تنام كويس بالليل. يقول لك انا اول مره بقيت انام ريست، كلمه سمعتها كذا واحد يقول لي I can experience a restful sleep، بقوم مستريح من نوم. ها ده لو ده اشتغل كويس. النون ستيمولانت نفس السايد افكت تقريبا، بس هو ما بيزودش انكزايتي قوي اللي هو الاتموكستين. عشان كده يعني الناس اللي عندهم سيفير انكزايتي ممكن ما ياخدش ستيمولانت، يبقى ياخد اتموكستين. عشان كده حضرتك بتيفالويت ويتش اوف ويتش. الناس اللي عندهم تيك خد بالك ما تديهمش ستيمولانت، اديهم نون ستيمولانت، لان التيكس شويه ممكن تزود الايه التيكس. طيب الدوز عباره عن ايه؟ احنا عندنا الكونسيرت في مصر في 18 و36، 18 اطفال و36 الكبار. لو عندنا اكسس نعرف نكتبه، اكتب 38 اسبوع عشان السايد افكت في الاول، اطلع 36 ايفالويت 4 اسابيع. لو العيان زي الفل 100 100 كمل على 36، مش قوي اطلع على 54 مللي جرام، وقف على 54 مللي جرام. ما حد يعني نادر جدا ما تلاقي حد يفوت 54 مللي جرام. قلدوه ان هي ابروف دايت 105 مللي جرام بير داي، يعني ثلاث اقراص 36، بس يعني ما احتاجش ده قوي. يعني النون ستيمولنت احنا عندنا منه 10 18 25 40 60 كتير قوي. احنا ممكن ندي ان افكتيف دوز ونقول ده ما اشتغلش. طب ايه الدوز بتاعته؟ 0.6 مللي جرام بير كيلو جرام بنبدا بيه، 0.6 مللي جرام بير كيلو جرام. بعد اسبوعين والعيان يتعود على السايد افكت نطلع على 1.2 مللي جرام بير كيلو جرام. العيان اتحسن ممكن تطلع ل 1.8 مللي جرام بير كيلو جرام. طيب اسهل اي واحد كبير جاي لنا اديله 25 مللي جرام اسبوع، 40 مللي جرام اسبوع، واطلع على 60، وقف على 60 اربع اسابيع ست اسابيع. حصل امبروفمنت مظبوط، كمل على القصه دي. ما حصلش، حصل بعض الامبارشال امبروفمنت بس مش كومبليت، you can go up to 120 مللي جرام، اطلع بقى 20 20 كده. ها عاده الناس بيستجيبوا 60 80 مللي جرام، ده الافريج دوز في الهايبر اكتيفيتي، الناس اللي هايبر اكتيفيتي. طيب الان اتنشن بقى في البنات بالذات اهدى شويه، ممكن تبقى 40 مللي جرام، هتلاقي الان اتنشن اتحسن والانكزايتي اتحسنت. انا عندي كذا واحده بشوفها ال 40 مللي جرام ده خلاها توقف دواء الانكزايتي وحسن الاو سي دي، وطبعا الانتنشن هتحسن. ال 60 مللي جرام بداوا يحسوا ان هم لا جيتري كده، ف 40 مللي جرام. فدي يعني بتفرق من واحد للتاني. طيب دي الميكانيزم اوف اكشن اتكلمنا عليها، اتكلمنا على سايد افكت، ريسبونس ريت 80% من الاستيمولنت. طب بالنسبه للنون ستيمولنت ريسبونس ريت 70%، مفيش فرق كبير قوي يعني. بس اللي بيفرق بنحس ان الاستيمولنت فرق، انه بعد اسبوع لاسبوعين ثلاثه العيان بيقول لك انا بقيت زي الفل او اتحسنت كتير بقى زي الفل. النون ستيمولنت انت عايز من اربع لست اسابيع من الاوبتيمم دوز، يعني لو عيان هياخد 60 مللي جرام انت عايز شهرين من بدايته يبدا يقول لك انا بقيت احسن. فمحتاج تبقى حضرتك عندك صبر وتكون مفهم ده للعيان، لان العيان مش هيجي قبل شهرين طبعا هيقول لك الدواء ده منيل والدكتور ده ما عملليش حاجه، لان هو ما عندوش المعلومه دي من الاول. وخصوصا ان تقريبا ان احنا كلنا تقريبا ان الاكسس للكونسيرتا في غايه الصعوبه، فاحنا ما عندناش غير الاتموكسين اللي بنكتبه في مصر. عشان كده الفيدباك بتاع الاتموكسين مش كويس، مش عشان هو مش كويس، لكن عشان بياخد وقت اطول. في كلاينت صعب ان هو يصبر. تمام؟ كوموربيديتي وايز عندنا برضو على الكوموربيديتي، يعني لو العيان بدا يتحسن الانكزايتي الدبريشن خلاص يبقى احنا كده مش محتاجين نزود حاجه تانية.
للعيان يعني. الانتنشن دي برضه حاجه محرجه اقولها لكم. هقول لكم 3 كلينيكال سيناريوز، 3 كلينيكال سيناريوز. احنا قربنا نخلص خلاص، يمكن اخر حاجه 3 كلينيكال سيناريوز. اول سيناريو ان يجي لك عيان اوريدي على انتي ديبريسنس، متحسن شويه بس ما عمره ما ريكفر وخد كذا انتي ديبريسنس، ولقيناه انه عنده اي دي اتش دي، يديله علاج الاي دي اتش دي وما توقفوش الانتي ديبريسنس دلوقتي، لما دواء الاي دي اتش دي يشتغل ابدا اسحب الانتي ديبريسنس، وخصوصا ان انت عندك اتوموكستين فيعني عايز وقت اطول عشان يشتغل. طيب جالك عيان لسه 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 اول مره وعنده انكزايتي ومش شايف ان هو اي دي دي كويس، ادي دواء الاي دي اتش دي مع فيري فيري سمول دوز اوف بنزودايزابينز، فيري فيري سمول دوز اوف بنزودايزابينز، لغايه بس لما الدواء يشتغل بتاعك وبعدين يسحب البنزودايزابينز تمام. جاي عيان بياخد دراجز ايفالويت، لو بتتكلم مثلا في كانابس اوكي هيبدا ياخد التريتمنت وهيعمل سايكوثيرابي، وتقول له والله محتاج بقى انك توقف الكانابس لان الكانابس هينترفير مع الاتوموكسين على ريسبتورز فهتعمل مش هتلاقي افكت كويس، وتعالج السيمتوماتيك تريتمنت مع تعالج الكانابس. لا بقى هيرون وكده لا، يعمل ديتوكس الاول، اعمله ادميشن ولا هتعملها ازاي، وبعد كده within 2 3 weeks ابدا على طول التريتمنت. طبعا لو في كونسرت موجود ابدا الكونسرت ستريت اواي، لانه هيخلي ان هو رغبته في اخذ الدراجز اقل كتير ده دي من الحاجات المهمه. الكونسلنج مهم، بس الكونسلنج مش هيحصل الا لما ياخد علاج، لانك لما تبعت حد الكونسلنج وما بياخدش علاج انت بتعذبه لو مش عامل حاجه في الاخر يعني. فعاده اللي بينفع معاهم السي بي تي والكونسلنج اللي هو يبدا يعمل لهم اللايف كوتشنج لمشاكلهم اليوميه، يعني زي ما انت شايفينها كده بالبوست نوتس وحاجات كده، ولو حد ربنا كرمه وعنده مع موبايل يعمل تو دو ليست، او يبدا يعمل له كونسلنج لمشاكله بقى اللي هي الماريتال وحاجات زي كده، بس لازم ياخد دواء الاول زي ما احنا قلنا. الكيس في الاي دي اتش دي طبعا زي ما احنا اتفقنا ان هو هتلاقيهم اكتر واخدين حاجات السيلز الاكتنج الميليتري ضباط الشرطه يعني جزء كبير جدا منهم اي دي اتش دي بيحبوا يختاروا القصص دي. الناس اللي هم الارتستيك، الكتاب والرسامين والفنانين والمصورين، ده فكر اي دي اتش دي ما بيحبش القيود. المدربين عشان هو برضو ما بيحبش القيود، الحياة دي كلها ماشيه مع الاي دي اتش دي. ولكن الاي دي اتش دي ممكن في كل وظيفه لو بيحبها، لو هو بيحب حاجه عشان بس في ساعات يقول لك ايه مش ممكن الاي دي اتش دي يكمل دراسته يبقى معاه دكتوراه، لا ممكن تحصل لو هو حب دراسته، لو هو حب الحاجه اللي بيعملها يعني، فموجود ده، فمفيش حاجه اسمها رول يعني، لا في اكسبشن لكل حاجه، ولازم احنا ما نبقاش احنا عندنا منتال ريجيديتي. كانوا اتكلموا على الاكل، كل ده اي كلام، مفيش حاجه اسمها اكل يحسن واكل ما يحسنش، ولا او قال السكر، اصل السكر بيزود الهايبر اكتيفيتي والحاجات الغامقه بيزود الهايبر اكتيفيتي. الكلام الجديد انت بص على نفسك، ايه الحاجات اللي بتخليك مش مركز وايه اكتر، وايه الحاجات اللي تخليك امبالسيف اكتر، وقللها وخلاص، مفيش حاجه معينه يعني. مث لازم كلنا عارفينها عشان واحنا بنقابل عيانين وبنتكلم مع الناس، ان ADHD is present only in children، الكلام ده مش مظبوط، ده هو يعني موجود ان ادلتس ومؤثر في حياتنا بس احنا ما بنشخصوش. does not exist، لا هو exist يعني especially لو أثر على حياتنا، وده مهم جدا يعني نتكلم فيها برضو آخر حتة دي. هل هو over diagnosis؟ لو احنا عملنا كوشنير بشكل مظبوط وربطنا ده انه مؤثر على حياته مش هيبقى فيه over diagnosis، مش هيبقى رأيي ورأيك، هيبقى فيه assessment موجود. stimulant or addictive، الكلام ده مهم قوي، انت هتبني ابني منشطات جدول اول وعنده 8 سنين، او واحد مثلا كبير وعنده مشكلة مع المخدرات وتقوله خد stimulant، ولا واحد ويدخل جدول، ده كل ده كلام فارغ، لان اللونج اكتنج ستيمولانت ما بتعملش ادكشن، هي بتقلل ادكشن، هي بروتكشن ادكشن، واتس ا كرايم لو عندك حد عنده اي دي اتش دي تقول له لا ما تاخدش ستيمولانت، اتس ا كرايم في رايي انها كرايم، لان اللونج تيرم ستادز 15 سنه ستادز على الستيمولانت ما لقوش خالص انها غير ادكشن، بالعكس هي عالجت الادكشن. نان ستيمولانت از ويكر اللي احنا قلنا عليها ومتوقعينها مثلا 30% خالص، بس نصبر على نان ستيمولانت انها تشتغل بالابروبريت دوز فور ابروبريت تايم، هتلاقيها 70% 70-80% ما فرقتش كتير. لكن الاكسبيرينس عند الناس طبعا الستيمولانت احسن ان هو بيشتغل بسرعه فبيعمل افكت سريع.
هل ان احنا اي حد قرر كان عنده اي دي اتش دي نديله دواء؟ لا لو سمحت، لان كتير ناس جدا الاي دي اتش دي از ساين اوف كرياتيفيتي، واحد سمارت وناجح ورسامه كويسه وبتكتب شعر كويس، دي دواء ليه يعني؟ يعني مستعجله شويه مش مشكله. لكن اذا الاي دي اتش دي اثر على حياتنا سلبيا في مكانين مختلفين وعمل لنا مشاكل واثر في الكارير، اثر في الاكاديميك، اثر في الريليشن شيب، ساعتها هنقول والله احنا محتاجين ندي تريتمنت، تمام؟ عشان ما نبقاش احنا مش بنميديكالايز الديفرنت بيهيفير. تقريبا احنا خلصنا. لو بس نرجع تاني للاربع كويشنز، الكويشنز دول بريفالنس اي دي اتش دي ان ادلت احنا اتفقنا 4%. موست كومن كوموربيديتي ان ادلتس، حضراتكم قلتوا انكزايتي وكنتوا واستجعتوا في كلامكم، بس هي انكزايتي 80%، ديبريشن 60%، سبسس ميسيوز 40-50%، بيرسنتس اوردرز كبيره، نسبه كبيره الحقيقه. بس انا مش فاكر الحقيقه، مش فاكر الرقم دلوقتي عشان كده مش عايز اقول رقم يطلع غلط. الريسبونس ان ستيمولنت 80%، النون ستيمولنت 70%، الفرق بس التايمينج، نصبر على العيان. حاجة لطيفة دي، كان ولي أمر راح المدرسة وبيتكلم مع النظرة، فبتقول له your son عنده مشكلة في الشورت attention span يا مستر كلايتون. فمستر كلايتون شكله برضه يعني عنده attention span مشكلة، عشان كده نحط بالنا ADHD runs in families. لما يجي لك طفل عنده ADHD لطيفة قوي تقول له طب تكلم بابا كده، بتقول السيمتون بابا، ايه ده انا كده كده كتبت زبون جديد يعني، فاهم ازاي؟ ورحمت مراته يعني، يعني كتبت زبون ورحمت مراته. او تلاقي مثلا ست انتنتيف فتجيبها تبقى رحمت جوزها ورحمت ابنها في نفس الوقت. يعني دايما لما تلاقي جينا طفل لو سمحتوا شوفوا البيرنتس على الجمله ان هو عندك في العياده، يعني هو عندك في العياده، ف الفاميلي اللي فيها اي دي اتش دي وبتعالج اتس ا بلس لكل الفاميلي. في واحد سنسيتيف وسمارت خليته ينجح في حياته، فرقت جدا جدا في حياه الانسان يعني. شكرا جزيلا. لو في اي اسئله عند حضراتكم يا فندم. بروح مده التريتمنت دكتور خالد. اول بشكر حضرتك على المحاضره الجميله. ربنا يخليك يا محمد، تسلم والله، شكرا جزيلا. من محاضرات حضرتك ممتعه وجات من حد لامس الموضوع قوي. سوريه احمد من احصائيين في قسم الاطفال بتسال نمشي على الديوريشن قد ايه؟ انا ثاني فندم السؤال حضرتك سالتيه ده سؤال في غايه الاهميه، وده بنتساله من كل الاهالي لقد ايه؟ انا رايي الديبندز، احنا بنتكلم على اطفال او على كبار. لو بنتكلم، لو احنا النهارده بنتكلم على الكبار، يبقى احنا بنقول للناس على الاقل من سنه لسنتين، على الاقل من سنه لسنتين. بعد سنه سنتين بنبدا ويننج اوف للدوز. لو العيان اتغير وماشي كويس وزي الفل والبيهيفير اتغيرت، طالما بقى باخد ادويه بعمله ثيرابي سايكو ثيرابي. فلو العيان بعد سنه سنتين وقفت الدواء وماشي زي الفل 100 100، ما بنرجعش للدواء ثاني. لو العيان بدا يرجع ثاني، لا محتاج ارجع الادويه. طب يعني هل ممكن واحد الدوبامين قليل يتصلح؟ لا هو مش هيتصلح، بس انا بالبيهيفير ثيرابي اللي حصل وقت ما كان بياخد العلاج هيبقى عنده نيو نورمال. زي ايه يا فندم؟ زي الماسك كده. احنا حد لو كان قال لي ابدا من سنه ونص ان انا هلبس ماسك وانا بتكلم مع عيان، انا هقول له انت بتتجنن. انا هلبس ماسك بتكلم مع عيان؟ انا حد بدا لما يقولوا هنا حتى قالوا البسوا ماسكات وبقت لازم على الدكاتره يلبسوا ماسكات، انا كنت بتكسف. يعني ايه البس ماسك؟ يعني ابقى محرج من نفسي. دلوقتي انا لو ما لبستش ماسك وقاعد مع عيان هبقى شكلي وحش وانا حتى مش طايق نفسي. فبالتالي في حاجه اسمها نيو نورمال، نفس اللي بيحصل مع الاي اتش دي لما بياخد علاج بيعمل ثيرابي وعنده نيو نورمال في البيهيفير والتصرفات والايموشنز، حتى ممكن توقف الدواء والدنيا تستمر عادي خالص. طب في الاطفال از لونج از ان هو في الدراسه، في رايي ما توقفش الدواء، في رايي. لكن الكتب بتقول 25% من حاله البلوغ الاعراض هتروح تماما، 50% اون اند اوف يعني توقف وترجع قبل الامتحانات، و25% مش ممكن توقف الدواء خالص. ففي عندك ربع الناس نسبه ان هو ممكن توقف الدواء بتاعهم في الاطفال عند مرحله البلوغ بيتحسنوا. فلو عايزين عندكم اطفال وعايزين تعملوا معاهم وقت الصيف، وقف الدواء وشوف الصيف هيحصل ايه، بقى كويس وزي الفل 100 100 خلاص، بس بعد برضه سنتين. ها
لا رجع تاني يبقى مع دار مدخل شر وقت الصيف ونرجع تاني ده وقت الدراسة يعني. في أسئلة ثانية يا جماعة؟ طب أنا أسأل سؤال دكتور خالد، بما إننا يعني سؤال بيخطر على ذهني كده من فترة للتانية. بسمعها من زملاء يعني فكرة إن أنا أستخدم كونسيرتا وأنا داخل على الامتحانات وأنا عندي تاسك لمدة قصيرة، هل الموضوع ده أساسا بنفيشال ولا إحنا بنتكلم على لونج تيرم بنفيت؟ طبعا القصه دي هو غالبا مشهوره جدا الاقتراح ده بسمعه، بسمعه جوه الأوساط الطبية من الزملاء يعني، والفكرة بتراودني مشهوره بصراحة. بس بص هي مشهوره جدا جدا ان انا اخد ستيمولنت قبل الامتحانات، والناس اللي هو افكتيف سبيشالي شورت اكتنج ستيمولنت اللي هو افكتيف، ودي بتحصل لو حد عنده اي دي اتش دي وخد ستيمولنت قبل الامتحانات دايما هيبقى كويس خالص وهيعمل نتيجه كويسه جدا، دي بتحصل. لكن نفترض لو انا ما عنديش اي دي اتش دي او عندي اي دي اتش دي وعندي تندنسي ابقى سايكوتيك، باظ الموضوع. لان باظ الموضوع لان لان لا ممكن تعمل مشاكل، فهي خلاص هي فيري كوشسلي. بالظبط كده، هي فيري كوشسلي بتنفع جدا طبعا، بس اكتر حد عنده اي دي اتش دي وما كانش بياخد لها علاج ويعني فيري شورت تيرم. لو هو سايكوتيك هتبوظ الدنيا منه، ولو هو مش اي دي اتش دي اصلا ديفينتلي هتعمله مشاكل، يبقى عصبي شويه، يبقى متوتر شويه، وده ممكن ما ينامش كويس، فممكن ده ياثر على البرفورمانس في الامتحان لو ما عندوش اي دي اتش دي. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا ومستنيين حضرتك في المحاضرات الجايه ان شاء الله. وما تنساش حضرتك تبعت لنا الاسسمنت والحاجات دي، احنا ان شاء الله نشيرها مع الحاجات في بقيه الناس. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا مستنيين حضرتك في المحاضرات الجايه ان شاء الله. شكرا حضرتك، نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. السلام عليكم. مع السلامه.